يعني إسرائيل بهذا التجبر وهذا الفجر وخرق كل المواثيق الدولية وكل ما يخص حقوق الإنسان. أنا بعلن النهاردة إن أنا هكون إرهابية. خمس سنين ورا بعض أخد جايزة أحسن ممثلة في مهرجان اسكندرية من 96 ل 2000. فبعدها قلت أنا مش هقدم أفلام تاني في المهرجان لأنه أنا مش عايزة أضايق يعني الزميلات والزملاء، أو حسيت إنه كتير بجد. لكن أنا يمكن في الفترة دي كنت مجتهدة قوي، كنت بشتغل في أفلام كلها مش مهم انها تكون حاجات جماهيريه قد ما مهم ان تبقى ليها قيمه كبيره مع مخرجين كبار وكتاب كبار، ويبقى الدور ليه اثر ورساله كبيره. وطبعا شاركت اكتر من مره في لجنه التحكيم، ومؤخرا الدوره 39 كنت اتعمل دوره باسمي. انا شايفه ان ده تكريم وتشريف كبير جدا ليا، يعني كل الشكر والتقدير لمهرجان اسكندريه والجمعيه المصريه للكتاب ونقاد السينما. وعايزه اقول كلمه اخيره. اولا انا مبسوطه النهارده ان ده بيقام هذه الاحتفاليه على ارض اكاديميه الفنون المصريه، لان انا بعتز جدا جدا ان انا خريجه هذه الاكاديميه. طبعا انا بنت المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم التمثيل والاخراج، وبعتز جدا بكل فنان تعب وتعلم واهتم انه يتثقف، وانه مش بس يعني الموهبه طبعا مهمه واساسيه، لكن الدراسه كمان بتسطل الفنان وبتضيف لي كتير. والفن اكيد بيعلمنا الانسانيه والخير والجمال والمحبه، بيعلمنا اشياء جميله جدا. النهارده المفروض ان انا ابقى مبسوطه قوي بهذا التكريم، بس انا النهارده فرحتي ناقصه، او اكاد اقول لكم انا مش عارفه افرح. انا من امبارح تقريبا ما نمتش، يعني فتحت التلفزيون بدأت أشوف الأخبار، ما صدقتش اللي بيحصل في فلسطين. قلبنا موجوع جدا، وعايزين نقول لهم إن مش معنى إن إحنا بنحضر مناسبات أو مهرجانات، طبيعي إن الحياة لازم تستمر، لكن إحنا جوانا ألم كبير كبير جدا للي بيحصل في فلسطين. يعني اللي بيحصل إمبارح، ناس آمنة نايمة في خيم، نايمة على الأرض، بيوتها اتهدت فتتفجر وتتحرق، وتشوف مناظر ونسمع صراخ يعصر القلب عصر. المجتمع الدولي فين؟ يعني إسرائيل بهذا التجبر وهذا الفجر وخرق كل المواثيق الدولية وكل ما يخص حقوق الإنسان، يعني شيء الحقيقة زاد عن حده. ورغم أن كل المجتمع الدولي أغلبه دلوقتي مع فلسطين ومع حق فلسطين في إقامة دولتها ومع حقهم في دفاعهم عن أرضهم، وما ينفعش يتقال إن اللي بيدافع عن أرضه إن هم بيحارب، يعني إسرائيل بتقول أنا بحارب الإرهاب. أي إرهاب؟ اللي بيدافع عن أرضه يبقى إرهابي؟ أنا لو حد قرب من مصر أنا أول واحدة هنزل أحارب عن مصر، وكلنا هننزل نحارب عن مصر. فلو كل واحد بيحارب عن بلده اسمه إرهابي، أنا بعلن النهاردة إن أنا هكون إرهابية. شكراً لكم.